السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام ان شاء الله دائما وابدا. حبايبي ما راح اطول عليكم، اليوم الفيديو راح يحكي عن اقوى جواز سفر بالعالم، واللي هو بيخولك انك تفوت على 200 دولة تقريبا بدون تأشيرة. يعني معك هالجواز تحمل حالك اي بلد من هالبلاد اللي مسمح لك تروحها بدون تأشيرة، بس تقطع تيكت طيارة فورا على البلد اللي بدك اياها. تمام، الجواز هو الجواز الياباني. جواز اليابان اقوى جواز في العالم، بخولك تفوت على 200 دولة. راح لكم هلا على البلاد اللي بيحسن يفوت عليها الواحد عن طريق الجواز الياباني. ما راح اطول عليكم، اذا كنتوا جداد عم تفرجوا عندي بالقناة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. يلا خلينا نبلش. تمام، اتفرجوا يا جماعة، هلأ رح نبلش لكم بالدول اللي بتحسن تفوت عليها بالجواز الياباني بدون تأشيرة. لا تضحكوا علي، في بعض الدول اللفظ تبعها صعب، فإذا ما لفظت معي أو لفظت غلط فاعذروني يعني. تمام، لأنه في أسماء كتير صعبة بصراحة. فهلأ رح نبلش معكم البلاد يلي بدون تأشيرة، مثل ما كنتم شايفين هون مكتوب عندي، تفرجوا، بدون تأشيرة. تمام، هنبلش. أول واحدة إيرلندا، إيطاليا، رومانيا، ألمانيا، المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا، النرويج، إسبانيا، النمسا، فرنسا، السويد، تركيا، يعني بشكل عام تقريبا أوروبا كلها مسموح يفوت عليها بدون تأشيرة. سويسرا، البرتغال، الدنمارك، فنلندا، ألبانيا، هولندا، اليونان، بولندا، الإمارات المتحدة العربية المتحدة، المجر، مثل تفرجوا هذا الاسم انتيوغا وبربودا، والله صعب صعب صعب، اعذروني. وفي عنا هلا انغيلا ميركل، لا، ارمينيا، الارجنتين، اوروبا، اي اوروبا حاطتكم بشكل عام يعني كلها موجوده، بوسنا والهرسك، بربادوس، بلجيكا، بلغاريا، برمودا، بروناي، بوليفيا، جزر البهاما، تسوانا، روسيا البيضاء، بليز، جزر كوك، تشيلي، الصين، كولومبيا. ويعني جماعة والله بصراحة جواز عن جد رائع. كوستاريكا، قبرص، التشيك، دومينيكا، جمهورية دومينيكا، الإكوادور، أستونيا، فيجي، جزر فوكلاند، مالفياناس، والله كتير يعني، في كتير شغلات، ميكرونيزيا، جزر الفارو، غرينادا، جورجيا، غيانا الفرنسية، جبل طارق، غريلاند، غواتيمالا. خلاص بارع احفظهم يا جماعة، اي غوام، غيانا، هونغ كونغ، هندوراس، كرواتيا، هايتي، يعني في اسماء بصراحه يعني صعبه، اول مره بشوفها، اول مره اسمع فيها. ايسلاند، جامايكا، شوفوا على الاسم بالله هذا الاسم مين حدا سمعان فيه. قيرغيزستان، والله غريب. كيريباتي، سانت كيتس ونيفيس، كوريا الجنوبيه، جزر كايمان، كازاخستان، لواس، سانتا لوسيا، ليستو، ليوتانيا، لوكسمبورغ، التافيا، المغرب، موناكو، مولدوفا، جبل الأسود، سان مارتن، مقدونيا، والله كتار، مينمار، منغوليا، ماكاو، جزر ماريان الشمالية، مونستيرات، مالطا، موريشيوس، المكسيك، ماليزيا، ناميبا. شوفوا يعني شايفين الأسماء كلها، تفرجوا وياي، رح أقلب لكم إياها شوي شوي الأسماء
أسواق الصعبة ما راح أقراها والله، حاس حالي كتير يعني طالع نيوزيلندا، بنما، بيرو، الفلبين، باراغواي، قطر، ريونيو، صربيا، سنغافورة، سلوفينيا، سلوفاكيا، السنغال، سورينام، ساو مدري شو، السلفادور، سوازيلاند، جزر تريكس، تايلاند، تونس، مدري شو، تايوان، أوكرانيا، أوروغواي، أوزباكستان، سانت فنست، فنزويلا، جزر فيرجين البريطانية، فيتنام، مدري شو، جزيرة مايوت، جنوب أفريقيا. شايفين هلا هون خلصوا البلاد يلي بدون تأشيرة، كتار ما شاء الله، كتار 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 يعني. هلأ منروح على البلاد يلي بتحصل على تأشيرة بالمطار، أول ما بتوصل على المطار بتحصل على التأشيرة بالمطار. فرجوهم مكتوب عنها التأشيرة عند الوصول، رح نكبس عليها. مصر، لبنان، أذربيجان، بنغلاديش، البحرين، بنين، الرأس الأخضر، جيبوتي، أثيوبيا، الغابون، غينيا، الهند، إيران، الأردن، كينيا، كمبوديا، جزر القمر، الكويت، سريلانكا، مدغشقر، جزر مارشال، موريتانيا، جزر المالديف، مالواي، مالوي. والله غريبة يا جماعة، في شيء غريب صراحة، إنه جزر المالديف بتحصل على التأشيرة بالمطار، يعني غريبة يعني. الجواز يعني هيك جواز قوي يعني، يعني هلا عفوا، نحن كسوريين الجواز السوري اذا بتحسن تطلع فيه على المالديف بدون تأشيرة، فكيف جواز ياباني؟ ما بعرف، غريبة انه المالديف بده تأشيرة بالمطار، غريب سبحان الله. مالوي، موزمبيق، نيبال، مدري شو اسمها هي، والله بعد بالو، رواندا، جزر السلمون، سيشيل، سانت هيلان، الصومال، توغو، داجاكستان، تيمور، تونغا، توفالو، تنزانيا، أوغندا، سامو، زيمبابوي، شو زامبيا، زامبيا وزيمبابوي آخر واحدة. تمام، هذول البلاد اللي بتحصل على التأشيرة بالمطار. نروح على في شيء اسمه تأشيرة سلطة السفر الإلكترونية، يعني بتاخذها عن طريق، تقدمها عن طريق الموقع للبلد، ممكن يكون في لها موقع، بتاخذها عن طريق الاونلاين يعني. نكبس نشوف وين عندنا. سامو الأمريكية، أستراليا، كندا، بورتوكيو، الولايات المتحدة الأمريكية، جزر فيرجين الأمريكية. هدول بإمكانهم الواحد اللي معه جواز الياباني بإمكانه ياخذ الفيزا عن طريق الأونلاين، يحجزها عن طريق الأونلاين. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات. صحيح هلا ممكن في ناس اللي اخي ما بتفيدنا المعلومات، بس في ناس ممكن تحب تعرف انه شو في معلومات عن هالدنيا، شو الجوازات الدنيا يعني كل شيء. فانا قناتي قناه من مواد تعليميه، فيها كل شيء يعني، كل شيء بحكي عن كل شيء. تمام، فان شاء الله اكون فدتكم بالموضوع. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن المشاهدات. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.